يسوع هو السلام، يسوع هو الفرح، يسوع هو الأمان وهو الرجاء. منظر الشيوخ وكل واحد محله ما تحرك، الكل خاف. صار زلزال في السبعينيات إذا بتذكر مظبوط من الآباء، كانوا في الجبل وفجأة كانوا في الليل في سهرانية، وكان في هاي السهرانية كمان القديس بايسيوس. أحد الآباء بنقل منظر رهيب وبحب أنقله لإلكم. فجأة وهن في الكنيسة في السهرانية في الليل زلزال، الترايات تهتز تسقط على الأرض، الكل الموجودين في الكنيسة خرجوا برا، الكل خايف ويصرخ. كانوا قاعدين الرهبان الشيوخ الموجودين في الدير، كانوا بيقعدوا هيك زي ما الإخوة قاعدين غاد على الدير في المقاعد هاي غاد، مسكين شمعاتهم وبيصلوا، ولا واحد منهم اتحرك ولا إشي. قديس بايسيوس كان برا برية الكنيسة وكان داخل على الكنيسة، وفي واحد من الشمامسة كان هارب برا، فلقال القديس بايسيوس حكى له: بايسي مش شايف الدنيا كلها بتهتز، وين داخل على الكنيسة؟ شو حكى له؟ حكى له: أنت أمك ما كانت تمرجحك؟ وهلأ ما كنت تخاف وقتها، هلأ يسوع شوي بمرجحنا خفت؟ ابعد غاد عني. ودخل الكنيسة، الزلزال مرجوحة، شوفوا السلام بقلب الإنسان اللي فيه يسوع، اللي فيه السلام ساكن اللي هو يسوع. يسوع هو السلام، يسوع هو الفرح، يسوع هو الأمان وهو الرجاء. منظر الشيوخ وكل واحد محله ما تحرك، الكل خاف. وبتذكر حادثة ثالثة وأخيرة بنفس هذا الزلزال، كان راهب موجود بثسالونيكي، كل مدينة ثسالونيكي طلعت على الشارع، هو طلع وقعد على البلكون، دقوا عليه، كان في موجود في كتروفيو، في أحد الأماكن اللي هي بيت للطلبة للطلاب، موجود كان، دقوا على الباب حكوا له: يا راهب أنوخ، كان اسمه أخنوخ أنوخ، اطلع، العالم بتتكسر، البيوت بتوقع. حكى جاوبه هو هادي، حكى له: إذا ربنا بده أخنوخ يموت رح يموت أخنوخ، كان روماني وبيحكي مقطع يوناني، حكى له: إذا ربنا بده أخنوخ يموت رح يموت، إذا ربنا ما بده أخنوخ يموت مش رح يموت. سكر باب غرفته وطلع على البلكون. هدول حكيت لكم هاي حتى ما نخاف، حتى نخلي بداخلنا يسوع اللي هو مصدر السلام.